بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. هذا الرجل الطيب المبارك من أهل المسجد ومن أهل الصف الأول، هو وأسرته، أسرة معروفة عندنا ما شاء الله تبارك الله في المسجد من أهل التبكير ومن أهل الصلاة. وهذا الرجل ما شاء الله تبارك الله أولاده حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فوجئ بأن أحد أبنائه ممن استشهد في نيوزيلندا، عمره 25 سنة. حقيقة بقدر ما نحن يعني نواسيه على هذا المصاب الجلل، لكن والله أيضا نهنيه. الله اختار له لولده هذه الميتة المباركة. يعني لو أن الإنسان المسلم قتل من كافر وهو ماشي في الطريق نعتبره شهيد، نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونقول إن شاء الله هذا شهيد. فكيف وهو في المسجد وفي صلاة وفي يوم جمعة الله اختار له هذه الميتة؟ حقيقة أنها ميتة مباركة، فيحمد الله عز وجل هو بقدر ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يحمد الله سبحانه وتعالى إن الله اختار لولده هذه الميتة. هذا اصطفاء من رب العالمين. كل واحد فينا والله يا أخواني يتمنى هذه الميتة الحسنة. كل واحد أمنيته في نهاية هذه الحياة أن يرزق بحسن الخاتمة. الله أعطاها لولده، هذا دليل إن شاء الله القلب الطيب والتربية الطيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ولده سبقه إلى الجنة، ويكون في كرم الله وفي جود الله وفي نعيم الله سبحانه وتعالى. نقول لك والله عظم الله أجرك، أحسن الله عزاك، ونقول كمان والله هنيئا هنيئا. الحمد لله الحمد لله يا رب.